سلام وأمان ورحمة عليك أيا كان مكانك في هذه الأرض. كل سنة وكل العالم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. ليه بقول كل العالم؟ ليه ما قلتش الأمة الإسلامية؟ لأن الرسول جه للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلازم كل العالم يحتفل بمولد النبي الشريف. النهاردة هنتكلم عن أخلاق محمد، هنعرف من هو سيدنا محمد، من هو محمد، هنصدر سورة الإسلام صح عشان الغرب كلهم يعرفوا مين محمد، مين اللي أتى رحمة للعالمين. عارف يعني إيه رحمة؟ عارف يعني إيه رسول؟ عارفين إيه أخلاق الرسل؟ الرسل كلها نور على الأرض، محمد كان نور على الأرض، أتى خاتم الأنبياء، أتى بالقرآن، كان خلقه القرآن. طب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل بره في العالم؟ ليه صدرنا سورة الإسلام غلط؟ أنا دلوقتي دوري إيه؟ الأحداث اللي حصلت من كام يوم، الأسبوع اللي فات والنهاردة، عرفت حدث جديد بقى خالص، إن واحد مسلم تونسي دخل الكنيسة في فرنسا وقتل 2 أو 3 وفصل، بيفصلوا الراس على الجسم على طول. ده الإسلام، هو ده الإسلام اللي متصدر بره، ما يعرفوش هو ايه هو الدين الإسلامي. اقعد اتكلم واقول اقاطع المنتجات الفرنسية وقاطع وقاطع وفداك وفداك، لكن اصدر سورة الإسلام، اصدر سورة محمد، ما بيحصلش. انا النهاردة قررت ان الحلقة دي هتبقى جهاد في سبيل الله. يعني ايه جهاد في سبيل الله؟ الحلقه دي هتترجم باللغه الانجليزيه، لازم كل العالم يشوفها. انا دلوقتي بكلم مسلمين، والمسلمين عارفين الكلام اللي انا بقوله، لان كلنا عارفين اخلاق النبي، كلنا عارفين ان النبي كان رحمه، كان نور، كان الصادق الامين، كان كل حاجه حلوه على الارض، كلنا عارفين. لكن الغرب ما يعرفش، دول اوروبا ما تعرفش، في متطرفين يهود بيستغلوا الحته دي. طبعا هنطلع فاصل الاذان بعد دقيقة بالظبط ونرجع تاني، بس قبل ما نطلع الفاصل أنا بقول لكم إن في متطرفين بيستغلوا النقطة دي، فلازم شيوخ الإسلام يقوموا بمنصة عالمية على مستوى العالم، العالم كله، يقولوا من هو محمد. لازم كل الناس يعرفوا مين محمد، إيه أخلاق محمد، دي أخلاق القرآن. هو إحنا مش بننشر الدين، الدين ما بيتنشرش بالسيف، لأن ربنا قال لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ. أنا ببلغ فقط، ماليش دعوة، أنت حر، كل إنسان حر في حياته. لكن واحد يرسم صور مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام واروح أفصل راسه عن جسمه، أنا مسلم أروح أفصل راسه عن جسمه، دي أخلاق محمد؟ محمد كان بيقابل الإساءة إزاي؟ كان بيقابل الإساءة بالحسنة. انتوا ما تعرفوش قصة محمد، ما تعرفوش محمد كان بيعمل ايه مع الكفار، والكفار كانوا بيؤذوه قد ايه. هنتكلم في الحلقة النهاردة الكفار كانوا بيؤذوا محمد قد ايه. هنطلع فاصل ونرجع تاني. فالجهاد في سبيل الله هو ان انت اي انسان على الارض، سواء دوره في منصة اعلامية او دوره على السوشيال ميديا، وكل ده اعلام مرئي او مسموع، يوضح للناس بلغات العالم كلها من هو محمد. بكل اللغات لازم الناس كلها تعرف من هو محمد. مش هسيب واحد إرهابي متطرف عن الدين الإسلامي ولا يمس الدين الإسلامي بأي صفة إنه يصدر سورة الإسلام للغرب. لأ، ما صدرش السورة دي للغرب. أخلاق محمد لازم كل الدنيا تعرف أخلاق محمد. أنا هحكي قصص عن محمد، بس الوقت، مشكلتي في الوقت. فهو كان رحمة، رحمة بكل البشر، رحمة بالنساء، بالرجال، بالضعيف، بالعدو، بالذكر، بالأنثى، بالحيوان، كان رحمة بكل حاجة على الأرض. محمد كان نور، مش رسول عادي. محمد ليس مش رسول عادي، عشان كده كنا عايزين نصدر كل ده لدول الغرب. طيب كان إيه محمد تاني؟ مفيش غيبة ولا نميمة، ما يقدرش يجيب سيرة إنسان حتى لو عدو، ما يقدرش يجيب سيرته، لأنه بيطبق خلق القرآن. يعني ما يسمع، ما اسمع مثلا شيخ او اسمع اي انسان يجيب سيره عدو، ده علي اللي عمل معرفش ايه ومحمود اللي عمل ايه، دي غيبه ونميمه، نميمه. ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعض. محمد كان قران على الارض بنص السيده عائشه. لكن اما واحد بقى يرسم صور مسيئه للرسول
عليه الصلاة والسلام واروح افصل راسه عن جسمه اقتله؟ ده ازاي يعمل كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لو عايش معانا دلوقتي وشاف هذا الشخص اللي رسم صورة مسيئة للرسول، انت تتخيل كان هيعمل ايه؟ كان الشخص ده لو موجود معاه كان هيقول له انت ايه اللي انت عملته ده؟ ايه الرسم اللي انت رسمته ده؟ نفترض، فهيقول له عشان محمد بيعمل كذا وكذا وكذا واحنا كذا. هيشوف بقى هو ايه اللي جواه، لازم اعرف ايه اللي جوه هذا الشخص. وكان الرسول بخلقه واسلوبه القويم الجميل كان هيخلي هذا الشخص يدخل في الاسلام باسلوبه، لكن اللي انا بعمله بخلي كل الناس تكره الاسلام، فمش هو ده الاسلام. لان الارهابيين المتطرفين عن الدين دول مش مسلمين اساسا، انا لا اعتبرهم تبع الاسلام، دول خرجوا عن الدين الاسلامي خلاص، دول بيصدروا حاجه انا معرفهاش ايه هي الصراحه لحد دلوقتي. طب امال ايه موضوع الجهاد؟ ويلا عشان نروح نجاهد في سبيل الله ونقتل والغزوات، ايه الموضوع ده؟ الموضوع كبير، ما هم مش فاهمين اساسا. احنا هنتكلم بس على الاخلاق الاول، بعد كده هقول لكم ايه الجهاد في سبيل الله وايه الغزوات والرسول كان بيعمل ايه. الرسول اتطرد من مكه، الرسول كان الكفار بيؤذوه اذى غير طبيعي، معنوي ونفسي ومادي كل حاجه، خدوا امواله، خدوا كل حاجه وطردوه من احب البلاد اليه، احب البلاد اللي هو اتربى فيها وعاش فيها اللي هي مكه. اتطرد وكان حزين لما اتطرد، لكن كان بيصبر وصابر وعمره ما اذاهم، عمره ما عمل لهم حاجه خالص نهائي، ما يقدرش يعمل لهم حاجه لانه بيطبق القران، ماشي على تعليمات ربنا سبحانه وتعالى. يعني الكفار اللي كانوا بيؤذوا محمد، قريش اللي كانت بتأذي محمد وكانوا بيسموه قبل البعثة بالصادق الأمين. يعني إيه الصادق الأمين؟ كل كلمة بينطقها محمد كانت صدق من جوه روحه، عمره ما يقول كلمة اللي جوه غير اللي بره، الصدق يعني أنت تقول كل كلمة صدق. وكان أمين، بيروحوا واخدين قريش كانوا بيجوا مثلا الذهب أو الأموال اللي عندهم بيحطوها أمانات عند محمد، لأن ده كان أأمن واحد في الوقت ده، لدرجة إن هو طالع من مكة كان عنده أمانات، كان عنده أمانات لقريش المفروض يديها لهم، وطبعا دول أعدائه وكان لسه معاه ودائع وحاجات. قال لعلي بن أبي طالب خليك أنت في مكة، أنا هروح المدينة وخليك أنت عشان الودائع بتاعة قريش تديها لهم أو الأمانات دي تديها لهم. شفت قد إيه الأمانة؟ وكانوا أعدائه. هي دي صفاته، هي دي اللي تخلي الناس الغرب اللي ما يعرفوش الدين الإسلامي يخشوا من أخلاقه وصفاته. لكن ما أروحش أعمل عمليات إجرامية شيطان على الأرض وتقولي هو ده الإسلام، لا مش ده الإسلام. أنا ضد كل اللي حصل، لكن أنا مع عايزة أوضح صورة جميلة عن الرسول، مين هو الرسول. نفسي كل الناس بالذات الأجانب يسمعوني ويعرفوا مين هو محمد. أنا لو قطعت المنتجات الفرنسية دلوقتي، نفترض أن أنا قطعت المنتجات الفرنسية دلوقتي، ما في مصريين وفي مسلمين كتير شغالين في المنتجات دي وعمال كتير هيتخرب بيوتهم بسبب أن أنا هقاطع المنتجات، ذنبهم إيه؟ وبلاش مقاطعه المنتجات الفرنسيه والجامعات الفرنسيه والطلبه اللي بيتعلموا، ذنبهم ايه؟ دول ذنبهم ايه عموما يعني؟ ومحمد لو عايش كان هيعمل كده؟ لا مش كان هيعمل كده، لانه بيرد الاساءه بالحسنه. برد الاساءه بالحسنه عشان الناس طبيعي ما ترد الاساءه بالحسنه، طبيعي هو يدخل في الاسلام. طبيعي، ده انت كده بتقدم الاخلاق الصح، الاخلاق الكريمه. سيدنا محمد كان كريم. ربنا قال له وانك لعلى خلق عظيم. هي دي الخلق، كان بيطبق أسماء الله الحسنى على الأرض. عارفين هي أسماء الله الحسنى؟ الحق، العدل، الرحيم، رحمة. كل الأنبياء على فكرة، كل الأنبياء كانوا نور على الأرض، بيبقى لهم طبيعة معينة. طب إيه موضوع الغزوات والقتل؟ كانوا بيقتلوا والحاجات اللي طالعة عن الغرب إن الدين الإسلامي ده دين القتل. لا، دين الإسلام مش دين القتل، الإسلام كان هم اللي بيحاربوه بيجوا يقتلونا، يعني الكفار كانوا بيجوا يقتلونا، فطبيعي هنرد عليهم لان ربنا قال لهم كده في القران واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الملحدين واخدين الايه دي بالذات عمالين يصدروها، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. تعرفين يعني ايه واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ يعني لو واحد جاي يقتلني هقتله، لو واحد جاي يقتلني انا بدافع عن نفسي، ده طبيعي، امال هسيبه يقتلني؟ ما طبيعي بدافع عن نفسي، واحد جاي يحتل ارضي هدافع عن نفسي، ده شيء طبيعي. انا عايزه مداخلاتكم في الحلقه دي، عايزه الناس تتكلم معايا، في ارقام على الشاشه يا ريت انها موجوده على الشاشه عشان الناس اللي هي عايزه تدخل معايا. فاما اجي اقول لك صلي على محمد، يعني ايه صلي على محمد؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. الصلاه
لو عرفت معناها يعني الاتصال، بتصل، بتصل بمحمد، بأخلاق محمد، بطبق أخلاق محمد. على هي دي الصلاة على محمد، هي دي الصلاة. الصلاة زي ما أروح أصلي ربنا، وأنا بصلي ربنا إزاي؟ إن أنا بعمل الطقوس بتاعتي اللي أنا بعملها؟ لا، لازم يبقى في اتصال بينك وبين ربنا، هو ده الصلاة. لما أصلي على محمد يبقى في اتصال بيني وبين محمد، يعني بطبق أخلاق محمد، هو ده الإسلام. ما يكونش واحد مسلم بيكذب، ما يكونش واحد مسلم بيعمل غيبة ونميمة، ما يكونش واحد مسلم مثلا بيقول ألفاظ مش كويسة، مش ده الإسلام. بينصب، بيسرق، مش ده الإسلام. بيقتل، مش ده الإسلام. أمال إيه هو الإسلام؟ الإسلام دين السلام، دين المحبة، دين الرحمة، هو ده الإسلام. الإسلام ختم كل الأديان. كان قبل إن الرسول كان رحيم، كان رحمة للعالمين كلهم. ما فيش حاجة اسمها قتل. لما كنت بتكلم إن الرسول قتل، في رواية عن البخاري إن الرسول قتل شخص. ليه بقى كان قتله؟ ليه؟ لأن هو كان بيدافع عن نفسه. ده رواية طبعا، أنا ضد الرواية دي. ليه بقى؟ لأن الرسل دي رواية، الله أعلم صح ولا غلط، يعني رواية. بس الرسل أو الأنبياء لا يقتلوا. قتل الشخص ده ليه؟ إنه كان جاي يقتله، فطبيعي بيقتله. يعني حتى القتل كان ربنا، حتى في حديث عن الرسول ان ربنا كان غضب غضب شديد ان هو قتل الشخص ده. ده حديث وانا مش مقتنعه بيه. ليه؟ لان الرسول لا يقتل. وشوفوا حتى القتل الرسول قتله، قتل الشخص ده كان بيدافع عن نفسه، جاي يقتل الرسول، فهو بيدافع عن نفسه فقتله. يعني حتى يعني حتى مش قلبه، ربنا غضب ازاي الرسول يقتل؟ الرسول ما كانش بيقتل حد، الرسول كان نور على الارض، الرسول كان رحمه، كان رحيم، كان كريم. من ضمن صفات الرسول عليه الصلاه والسلام الكرم. يعني ايه الكرم بقى؟ كان مرة طالع رسول يوم الجمعة بيروح يصلي الجمعة، بيلبس أحسن حاجة عنده وأجدد حاجة عنده وهو رايح صلاة الجمعة. فهو رايح ماشي، قابله اتنين من الصحابة. الصحابة واحد من الصحابة بيقولوا يا رسول الله العباية اللي انت لابسها دي جميلة قوي، جاكيت كده، أو العباية اللي هي بتبقى على الجلباب يعني. قال له جميلة قوي، عجباني، ممكن أخدها؟ راح الرسول من كرمه، عشان هو كريم قوي، عمره ما يحرج حد، عمره ما يقول لحد لأ. راح قلع العباية واديها له، اديها له. فهو راح البيت، رجع تاني البيت عشان يجيب عباية تانية، هو ما كانش عنده غير اتنين بس. فواحد من الصحابي بيقول له انت ازاي تاخد من الرسول العباية بتاعته الجديدة؟ ده هو ما عندوش غير اتنين، ودي بتاعته، انا عارف يعني ايه، ازاي تاخدها وكده. فهو اتحرج قوي الراجل الصحابي واتكسف، وقعد يقول له انا محرج جدا من الرسول، انا مش عارف ازاي عملت كده. فجه تاني يوم راح له وقال له يا رسول الله انا اسف جدا ان انا خدت منك العباية بتاعتك، فلو سمحت خدها. فالرسول قال له لا انا مش عايزه، انت دي هديه مني ليك. شوف قد ايه الكرم. كان كريم في كل حاجه، كل اخلاق، اخلاق الانبياء، اخلاق الرسل دي، عارفين اللي هم حاجه جميله قوي قوي قوي، حاجه ما حصلتش باخلاق الرسول. لو انت تحليت بالاخلاق دي، لو انت بقى بتصلي فعلا على محمد وبتحب محمد فعلا وتحليت باخلاق محمد، صدقني صدقني بدون اكراه، بدون اي حاجه، العالم لو شافك كده هيدخل في الإسلام. لأن ده دين السلام، دين المحبة، دين لجميع العالم، مش دين المسلمين لأ، ولا دين المسيحيين، ولا دين اليهود، ولا دين الكفر، العالمين، كل البشرية على وجه الأرض. لازم أخلاق محمد توصل لكل البشر. وأنا بقول رب ضارة نافعة، اللي حصل ده هيخلي يبقى فيه تغيير، هيخلي شيوخ الازهر يصدروا الصوره الصح للاسلام، بدل ما كل شويه قتل 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 من الارهابيين. الارهابيين في كل مكان، الارهابيين مش في دول الغرب بس. بس انا عمري في حياتي ما حد يعمل حاجه مسيئه ان انا اقابلها باساءه، لان الرسول علمني كده، علمني الانسان اللي يسيء ما قابلوش باساءه. ولا قطع المنتجات الفرنسيه هيفيد في حاجه، ولا بالعكس انت هتخرب بيوت ناس كتير جدا بدون داعي، ولا انا اطلع مظاهرات وفداك يا رسول. كلنا فدا رسول الله، بس بفعلك مش بكلامك. اتكلمنا كتير، عايزين افعال. ايه هو الفعل؟ انت دلوقتي بتجاهد في سبيل الله، اما تبدا على السوشيال ميديا باللغات الاجنبيه تترجم اخلاق الرسول وتصدرها لكل المواقع على اليوتيوب او كل المواقع الاجنبيه، انت بتجاهد في سبيل الله. هو ده الجهاد في سبيل الله. معايا لمياء من القاهره. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. هو انا عايزه البرنامج ده يترجم باللغات كلها. هنترجمه والله، والله انا لسه مكلمه مترجم عشان يترجم الحلقه دي بالذات في المونتاج بعد كده، علشان بعد الهوا، عشان يوصلوا الرساله دي، علشان يعني كل العالم تفهم انه ايه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. العالم كله لو عرف من هو محمد، العالم كله هيدخل في الاسلام.
اللي بيستغل الفرصة هم الملحدين المتطرفين، لأن في ناس متطرفين في كل الأديان، في متطرفين، ما احنا عندنا متطرفين إرهاب، هم دول بيستغلوا الفرصة ويبوظوا الدنيا. المتطرف ما عرفش مين، والمتطرف مين، اليهودي والمتطرف بس، لكن العالم كله ما يعرفش حاجة عن محمد، فلازم نعرفه من هو محمد، من شكرا هو النور ليك، على الأرض. شكرا. العفو حبيبتي. من هو محمد؟ من هو النور على الأرض؟ الصفة رقم 3 أو رقم 4 من ضمن صفات الرسول الصبر. كان بيصبر على الأذى، كان بيصبر على الأذى. أي حد يؤذيه ما بيردش، زي ما قلت لكم وعيد تاني، ما بيردش الإساءة بالإساءة، الحسنة فقط. كان رحمة. عارف يعني إيه رحمة؟ كل حاجة جميلة كانت في أخلاق النبي، كل حاجة حلوة كانت في محمد. كان متسامح، كان يعفو. مفيش حاجة اسمها واحد يهودي، اليهودي انت عارفين القصة الشهيرة قوي، اليهودي اللي كان بيضع القمامة على بيت محمد أو على باب المنزل. الو، معانا محمود من الدقهلية. الو الو، ايوه عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. انا دلوقتي عايز اعرف، هو ماكرون رئيس فرنسا بيعمل ليه كده؟ ده اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا مدحه وقال له والنكل على خلق عظيم. والنكل على خلق. هو ماكرون يعرف؟ هو ماكرون عارف حاجه اصلا ولا عارف اخلاق الرسول ايه؟ هو حد صدر له اخلاق الرسول؟ يعني كرمه وعززه وهو خاتم الانبياء. احنا اللي نعرف الكلام ده، احنا اللي عارفين مين هو محمد، احنا اللي نعرف. لكن الاجانب يعرفوا حاجه؟ ما لازم انت توصل لهم المعلومه. الاجانب ما بيشوفوش غير ان انا افصل الراس عن الجسم، هو ده اللي الاجانب بيشوفوه. وقدمني ربي في احسن تقديم، ده اللي احنا عارفينه وده الصح. ده لازم بقى احنا بقى، وهو خدم الانبياء طبعا اكيد. لا اله الا الله، لا اله الا الله فعلا. يا رسول الله السلام، سيدنا محمد قال قبل ما يموت وصية: بلغوا عني ولو آية. فين شيوخ الأزهر؟ فين دور الأزهر بره في أوروبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمريكا هو فين دور؟ يوم لا ينفع من ولا بنون. بلغوا عني ولو آية. نعم نعم، لازم كل الناس تعرف مين محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هم ما يعرفوش الا القتل واللي بيقتل والغزوات، وهم حتى مش عارفين قصه الغزوات ايه اساسا. كل ده غلط، كل ده غلط. لازم نبلغ ونقول السورة الصح لمحمد، لأن دي سورة القرآن، لازم نطبق القرآن على الأرض. عليه الصلاة والسلام. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. العفو، أشكرك. كلنا بنعبد ربنا، كلنا بنقول لا إله إلا الله، وسيدنا محمد كان بيطبق أسماء الله الحسنى على الأرض. وأنا قلت لكم إزاي أسماء الله الحسنى: الحق هو الحق، العدل هو العدل، الكريم هو الكريم. كل الأنبياء كانوا بيطبقوا أسماء الله الحسنى على الأرض، كل الأنبياء كانوا مسلمين. إن الدين عند الله هو الإسلام، الدين عند الله هو الإسلام، السلام والمحبة والرحمة، هو ده الإسلام. مفيش قتل في الإسلام، لا يوجد قتل في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فإنما قتل الناس جميعا. دي آية محكمة، مفيش قتل في الإسلام. اي ايه بعد كده فيها قتل في القران، ده رد فعل، ان واحد جاي يقتلني بقتله، واحد جاي يحتل ارضي بشوف، بدافع عن ارضي، بدافع عن ديني، بدافع عن حياتي. رسول سرقوه وخدوا فلوس وطردوه من مكه، ما عملش حاجه. في النهايه يا ريت كلنا نتحلى على باخلاق النبي، يا ريت المسلمين يتحلوا باخلاق النبي، هي دي الصلاه الصح على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنطلع فاصل ونرجع تاني. بعد العوده من فاصل اعزائي المشاهدين، ومعايا النهارده ضيفتي الجميله الشاعره ندى. اهلا بيكي يا ندى. بحضرتك. ومعايا الشيف شيماء الجمل، هتعمل لنا حلاوه المولد. اهلا بيكي يا شيف. اهلا وسهلا بيكي، اخبارك؟ النهارده هناكل حلاوه المولد وهنسمع قصايد جميله في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما نسمع القصايد، عايزه اقول لك انت ازاي حبيتي الشعر، او دخلتي ازاي في الشعر؟ حبيته، انا بلقي شعر من وانا في رابعه ابتدائي. حبيتي والدتي كانت السبب ان انا احب الشعر. حفظتني قصيده والقيتها، وبدات يعني اخد مراكز واخش حفلات بسبب القصيده دي. طب سمعينا بقى حاجه لمدح النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. وعايزه بس قبل ما تسمعينا حاجه، الشيف شيماء هتعرض حلاوه المولد بتتعمل ازاي. اتفضل. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه بسيطه وسهله والكل بيحبها، هنعمل الفوليه وهنعمل الفخفخينه. سهله جدا، ما تاخدش منك دقيقتين. احنا اول حاجه علقنا على السيرب بتاع الفخفخينه اللي هينزل فيه الجوز الهند. الفخفخينه بتتكون من ايه؟ من قمر الدين،
وجوز هند ناعم والسيرب بتاعه، السيرب بتاعه 50 جرام سكر على 50 جرام عسل جلوكوز و25 ميه، بتسيبيهم يغلوا 5 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. احنا بدا يغلي السيرب اهو، هنزل بجوز الهند. تمام تمام. والشيف بتحضر قولي لنا كده قصيده يا ندى. تمام. قصيده بعنوان سيدنا النبي للشاعر جابر الاسد. سيدنا النبي طه البشير موصوف، موصوف بانه سراج منير ونوره فاق كل البشر. سيدنا النبي، سيدنا النبي طه الامين، سيدنا النبي للناس ظهر وبنور دياه كان انتشر. صادق وكان فيهم امين والحكمة لان بيها الحجر. سيدنا النبي، سيدنا النبي اجمل رسول وفي وصفه تحتار العقول وبنور طريقه بهتدي. سيدنا النبي قلب العليل طالب زيارتك يا حبيب، وانت المنى وانت سبيلي ومنهجي، جيت باليقين صادق امين على نهجي مددك بقتدي. وانت سبيلي ومنهجي بدر التمام، بدر التمام يا سراج منير نور في الظلام، جيت بالسلام وانت الامان للكون بحاله يا نبي. وانت الامان للكون بحاله يا نبي. جميل، برافو عليكي، برافو عليكي بجد. كملي يا شيف. خلاص احنا كده دلوقتي حطينا الجوز على السيرب اتشرب. الجوز ده اللي هو ايه؟ الجوز اللي قصدك على اللي هو اللوز؟ جوز اللي هو عين الجمل، عين الجمل اللي هو جوز الهند. جوز الهند اه، جوز الهند. عين جمل لا، اقول جوز هو الهند. لا هو ده جوز هند. آه عين الجمل بيتقال عليها عين جمل. ما في جوز، في جوز اسمه عين جمل. خلاص ببتدي ابردها عشان اعرف اشتغل بيها. لحد ما تبرد انا بجيب فرخ قمر الدين وبقسمه نصين. يعني حطينا السيرب على الجوز الهند. السيرب اللي انا قلت لك عليه. وهنبدا بقى نكورهم كده وندخلهم في قمر الدين. بالظبط. جميل، زي رول بقى. هيبقى رول. هيبقى جميل. طب قولي لنا قصيده كده. قصيده بعنوان منطقي للشاعر هشام الجه. منطقي، منطقي لما يبقى يتيم وامي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحساد هتقطع والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر، واللي هيقول لك ده ساحر، واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم، منطقي هي غيره، هي غيره زي غيره الوليد ابن المغيره. مش كان هيسلم بس حاجه في نفسه حكت، كبر وخلى نفسه شكت. اصل داء الكبر ده اكبر خطر، بس يعني الجنه تعمر وحدها، حبه في الجنه ونعيمها وحبه في سكر. منطقي، ومنطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده، لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعتا. ما دمت مش زارع بايدك غلتك والجوع قرص على معدتك فذلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ما مش قصدين يهين المصطفى بحبه صور، هما مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة سوى، هما عارفين إن سيدنا النبي سيد البشر، هما قاصدين وقاصدين وقاصدين كل جنة، وطول ما بنتكسل وبندار الحقايق لسه ياما راح يجن. لو كانوا حضروه، لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، لو كانوا حضروه كانوا شافوا من الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوء، كانوا هيسموه بعدله وبسمحته وبهدوء. احنا ما حضرناش نبينا في العيون، احنا تلهينا في احنا، في احنا كنا واحنا كنا واحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون. احنا فهمناهم
إن الدين بتاعنا لا في عمل ولا في أدب ولا في علوم ولا في فنون. بس إحنا بجد أسفين لك، بس إحنا بجد أسفين لك وراجعين لك. شعبك نصيب عامل وصافي وطقي زيك يا سيدنا النبي يا ابو قلبي طاهر نقي. اما اللي واكلاهم غيرتهم، اما اللي واكلاهم غيرتهم فده منطقي. منطقي فعلا، كلامك مظبوط، منطقي ان انت تزرع غلتك بايدك وتنتج انت وتصدر وبعد كده قول لي هقاطع المنتجات الفرنسيه. منطقي ان انت تشتغل، منطقي فعلا، برافو عليكي، شعر رائع. كملي بقى شبكة. خلاص احنا حاطين اهو، ممكن اخليها جوز هند فقط جوه الرول، ممكن احط كمان معاه ايه زبيب، احط معاه فستق، احط معاه اي مكسرات انا عايزاه. ببتدي الف واحده واحده. جوز هند وزبيب ولفي رول. اللي هو في عندك احنا عملنا رول اهو، ده جوز هند فقط زي السويس رول. خلاص زي السويس رول، بلف كويس اهو. وبيتحط في الثلاجه بقى، بيساب مثلا 10 دقايق. لو انت عايزه تسيبيه اكتر من كده ممكن تحطيه في الثلاجه. بعد كده بقفل الكيس عليه كده وبمسك من الطرف ده وبحاول اسحب اسحب دي، بقفل كويس السويس رول عشان لما اجي اقطعه ما ايه ما يفكش. خلاص اهي. اي بقى حاجه جامده عندك ممكن تشدي بيها، لو انت مش قادره تشدي بنفسك بتشدي بسكينه بمسطره عشان يمسك في بعضه، عشان يمسك في بعض. بقى كده تقطعيه شرايح. كده خلاص السويس رول اهي جاهزه، هسيبها. معانا علي من اسيوط. الو عاليه من اسيوط. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ايوه يا استاذه عاليه معاكي. الو ايوه معاكي يا استاذه عاليه، اتفضلي. في مشكله في الصوت؟ طب كلمينا تاني يا استاذه عاليه. انت شعرك رائع الصراحه. خدتي بقى انت قدمتي شعر في اماكن تانيه او خدتي جوائز او حاجات كده؟ ايوه واخده مراكز في الشعر والالقاء. تمام. طيب عندك شعر تاني هتقوليه؟ أيوة. قصيده تانيه. طب قولي اتفضلي. قصيده بعنوان حبيبي محمد خير الأنام للشاعر محمود محمد عبد المقصود، موجه أول لغة إنجليزية. رسالة محمد خير الأنام أضاءت طريق أيقظتني، كانوا حيارى في عالم ظلام، قتل وسلب كره وخصام، مجون وفسق عشق وهيام، هجاء وذم فرقة وانقسام. حبيبي محمد عليه السلام رسالة وبشارة لنبي الوئام، هناك في حراء نزلت تمام، ملاك ملاك كريم رآه في الغمام، اقرأ ورتل آيات عظام، وصحف الكفر مزق بدون انتقام، كل الرجز اهجر وحطم الأصنام، وعون الله اطلب وسر للامان، وعون الله اطلب وسر للامان. غدر الكوم احذر، غدر الكوم احذر وسم السهام. حبيبي محمد عليه السلام امنا خديجه بددت اوهام، ابن العم نوفل فسر الاحلام، رسول الله يدعو برفق وسلام، خاتم النبوة على الزهر وسام، الصديق صدق وأعلن الإسلام، والفاروق أسلم وهاجر الأسلام، ذو النيرين ضحى بالمال والأنعام، أبو الحسنين آمن وكان أصغر غلام. حبيبي محمد عليه السلام بلال للحق أذن أيقظ النيام، ابن مسعود رتل صادحا مقدام، أصد الله زمجر ضاربا بحسام، وقالوا يثرب ضاقه كأس الألام، مدرسة الحب فتحت
ودارت الأيام قهرة الكفر حقا يا أعدى الإمام حبيبي محمد عليه السلام حبيبي محمد عليه السلام حبيبي محمد عليه السلام برافو عليك بنت جميلة يعني اتفضلي يا شيخ دلوقتي احنا هنعمل الفولية الفولية مقدار الفولية كوبايتين سكر عليهم كوباية مية وعليهم ثلاث معالق عسل جلوكوز وذرة ملح ليمون ببتدي الملح الليمون عشان بدل الليمون عشان يمسك بدل عشان الليمون يعني لو عندك ليمون اوكي لو ما بالظبط لو ما فيش ليمون ممكن نحط لو ما فيش ملح ليمون ممكن نحط عصير كل ليمون كل السيرب بتاع الكنافه بتاع القطايف بتاع كله ده الشربات كله الفرق هنا بقى ان انا بسيبه يتركز لما احس ان هو بيكرمل انا مش عايزاه سيرب مش عايزاه ملزق لا انا عايزاه يعمل الكرمله اللي انت بتشوفيها دايما في الفول السوداني بيبقى غامق وبتاكليه بيبقى مقرمش يبقى جميل خلاص طيب. هو الوقتي انت قطعتي ال قطعتها حلاوه هقطعها الوقت اهو حالا طب تمام عشان الوقت بس عشان طيب هي معانا نجاح الو السلام عليكم عليكم السلام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كل سنه وحضرتك طيب انا بحييك وبحيي البرنامج كله اولا ربنا يخليك متشكره جدا وانا بحييك وبحيي الاستاذه اللي جنبك اللي الارشاد الديني جميلة وكل سنة وانتم طيبين واحنا عايزين نقاطع المنتجات الفرنسية نهائي ليه يا أستاذ نجاح؟ عشان ما يعرفوش فضل سيدنا النبي يا أستاذ نجاح النبي لو عايش كان عمل إيه يا أستاذ نجاح؟ عليه الصلاة والسلام كان عمل إيه يا أستاذ نجاح؟ سيدنا محمد لو عايش كان عمل إيه يا أستاذ نجاح؟ كان عمل حاجات كتير قوي سيدنا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين سيدنا محمد رحمة للعالمين عمره ما يقابل الإساءة إلا بالحسنة دي اخلاق محمد يا استاذ نجاح طبعا 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 أخلاق محمد. انا بحييكي استاذ نجاح انت لو قطعت المنتجات الفرنسيه في ناس كتير هتتشرد مسلمين انا بحييكي انا بحييك على كلامك والله وعلى البرنامج انا بقول لك انا بقول لك المنطق بس هم ما يعرفوش مين سيدنا النبي لازم بقى انت بقى تعمل ايه بقى دورك تعرفهم مين محمد تعرفهم مين سيدنا محمد بالناشدكم الناشد الازهر كله يبعت لهم الازهر انا سمعت ان الشيخ الازهر هيعمل منصه عالميه تلف العالم كله بكل لغات العالم هو ده اللي صح يتعمل هو ده اللي المفروض يتعمل من زمان مش نستنى حاجه ولا عشان تمام نعمل تمام هو ده الصح هتلاقي ناس كتير دخلوا الاسلام لان دي اخلاق الاسلام دين المحبه دين السلام انا بحييكي عشان انت اللي هتوصلي الرساله بتاعتنا للناس اللي اعلى هوصل الرساله وهترجم الحلقه دي مخصوص لان الحلقه دي بالنسبه لي مهمه جدا لان انا بتكلم من روحي شكرا يا استاذ نجاح انا بتكلم من روحي مش بتكلم من لساني انا بتكلم من جوايا لازم كل الدنيا تعرف مين هو محمد مين اخلاق محمد الحلقه دي هتترجم وهتنزل دول العالم كلها باي طريقه بس لازم تنزل دول العالم كلها انا بكلمش المسلمين المسلمين عارفين كلامي انا عايزه اكلم الغرب يلا اتفضلي يا شيف خلاص الوقت هي الكراميل اهو خالص لونه بقى كراميل ببتدي انزل بالفول طيب وقلب. احنا حطينا السوداني أيوة. على السيرب وقلبناه واقلب عشان فاضل لنا خمس دقايق خلاص هو احنا انا كده بقلب وببتدي هي ندى وهي بتقول الشعر انت هتقطعي وتقدمي الحاجه تمام تمام كاميرا معاكي برضه اتفضلي يا ندى قولي قصيده ثانيه قصيده بعنوان مسك الختام للشاعر علي منوفي مسك الختام علشان ما اقولش الاه تقلم رسول الله واجب اقدم شكري للمولى جل علاه خلق الرسول مسك الختام نوره هدايه للانام لاجل الرساله تلتقي دفعه قويه للامام صلوا على مسك الختام المولى نور سكته داب البشر في محبته لاجل الطريق كان له صديق عايش ليلاتي محنته عمره ما شاب لوحدته ولا مره غار ولا مره صار لما الرساله خصته اصلك حبيب كل البشر اصلك حبيب كل البشر نطق عشانك كم حجر ولا يوم غدر واليوم فجر المؤمن تملي بالقدر الحر الرسالة شاف الصعاب ولا عمره خان ولا عمره عاب
سبح عشانه، سبح عشانه ملايكة تنزل من الحساب. بعثة إله العالمين، بعثة إله العالمين، بعثة عشان المؤمنين، برسالة حاملها الأمين، برسالة حاملها الأمين. فرحة عشان المسلمين، فرحة عشان المسلمين. الجنة لأجل الطائعين، الجنة لأجل الطائعين، العابدين الشاكرين الحامدين. برافو عليكي، برافو عليكي بجد. طب اتفضلي يا شيف شيماء، قولي لي بقى انت عملتي ايه؟ احنا عملنا دلوقتي الطعم. هي هي السودانيه جمدت على طول كده، ما بتاخدش وقت؟ لا طبعا بتاخد وقت، دي انا عاملاها جاهزه. دي كانت عامله السودانيه بتاخد من 3 ساعات لاربع ساعات على ما تجمد، لان طبعا السيرب بيبقى سخن جدا. بنحطها فين بقى؟ لا بتتحط عادي، بتتفرد. بتتفرد، انا كنت هفردها لك كده عشان تشفيها، بس عشان وقت البرنامج. بتتفرد عادي في صينيه، وبتفرديها نقطه سمنه عشان الزيت هيزنخ، فبتفرديها نقطه سمنه وبتنزلي بايه؟ بالفوليه. مجرد ما بتبرد ببتدي اقطعها زي ما انت شايفه كده. تمام، جميله قوي. تمام، وادي الفخفخينه اهي. احنا نتخن كده يا شيف شيماء كده، مش ما فيش احلى من حلاوه المولد. حلاوه المولد، ما احنا زدنا في المولد عشان حلاوه. تمام، جميله جميله. تمام كده، احنا عملنا الاثنين فخفخينه و الفوليه، جميله جدا. تمام. قبل ما اختم عايزه احكي قصه سريعا بتاعه سيدنا محمد واليهودي اللي كان بيلقي على بيته القمامه. كان بيلقي القمامه عشان تشوف قد ايه محمد كان متسامح وقد ايه كان عفو. بيلقي القمامه على بيته وهو كان بيشيل القمامه. في يوم من الايام بس ما القاش القمامه على المنزل بتاعه. يوم واحد فراح يسال عنه، راح فين؟ راح يزوره. راح يزوره وهو مريض. اهو ده كان عدو الاسلام، زي الراجل اللي رسم صور موسيقى، ده مثلا عدو الاسلام. بس انا مش هقابل، انا اخلاقي بتحلى باخلاق سيدنا محمد، يبقى هقابل الاساءه بالحسنه. رحت زرت الراجل المريض، سيدنا محمد راح زار اليهودي المريض في بيته، اليهودي دخل الاسلام، لان اخلاق مش شافها قبل كده. هي دي اخلاق الرسل، هي دي الصلاه على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتصل بمحمد، اتصل باخلاق محمد، اتصل بربنا، وانت هتشوف الدنيا والعالمين كلهم عاملين ايه. طبعا انا بشكرك قوي يا ندى بجد، الشعر بتاعك رائع رائع. بشكرك يا شيف شيماء. انت بقى في النهايه هتقولي لي قصيده سريعه، سريعه قوي، اي قصيده سريعه كده قوليها. ممكن ماشي، مفيش مشاكل. انا هشكرك وهتقولي اخر قصيده هناخدها في التتر، خلاص؟ اي قصيده. طب انا بشكرك يا شيف شيماء المره الثانيه، وبشكرك يا ندى. الى اللقاء اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. قولي قصيده. انا معانا يعني حاجه بسيطه لو عايزه تقول. مش عايزه تقولي، خلاص مش مشكله. مش عايزه اقول. هي لسه بتحضر القصيده، فعلى العموم عشان القصيده مش جاهزه مش مشكله. المهم احنا بنتكلم النهارده عن مولد سيدنا محمد. النهارده البرنامج بيحتفل بالمولد النبوي الشريف، عملنا حلاوه المولد وقلنا قصايد، القصايد عن سيدنا محمد، وعايزين نتحلى بقى باخلاق محمد. هو ده اهم حاجه، الهدف من البرنامج هو التحلي باخلاق محمد، وهي دي الصلاه على محمد. مش هقول اللهم صل على سيدنا محمد 100 مره وانا اخلاقي زي الزفت، ده مش يبقى اخلاق سيدنا محمد، انا كده ما بصليش على محمد. مش هقول اللهم صل على سيدنا محمد وروح اكذب واعمل نميمه واعمل غيبه. انا بكلم كل البشر، بكلم كل الناس من اصغر انسان لاكبر انسان. الصلاه على محمد هو التحلي باخلاق محمد. مش هروح افصل الراس عن الجسم وقت الانسان بيتعبد في الكنيسه، ما اروحش اعمل اعمال سيئه. لا، مش دي الصلاه على محمد. الصلاه هو الاتصال بمحمد، الاتصال باخلاق محمد، تنفيذ اخلاقه على الارض، لان هو ربنا قال لنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب كل العالم يتحلى بأخلاق محمد، ما بكلمش المسلمين فقط، أنا بكلم كل العالم، كل الدنيا تتحلى بأخلاق سيدنا محمد. أشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر.